وهل توجد أدعية يستحب الدعاء بها بعد السلام من الوتر؟ وما هذه الأدعية؟ يستحب أن يقول المصلي بعد السلام من الوتر سبحان الملك القدوس 3 مرات، يرفع صوته بالثالثة، ثم يقول رب الملائكة والروح، كما رواه أبو داود والنسائي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد التسبيح يدعو بما رواه أحمد وأصحاب السنن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك أو من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والله أعلم.